وانا جبت ايلين علشان اعمل لها اختبار حمايه الاطفال، هتشوف اذا كانت هتقدر تنزل منه ميه ولا لا. ايلين حطي كده ميه في الكوبايه، الجو حرر وطبعا كلنا بنشرب ميه ساقعه، والولاد عملوا الثلاجه دولاب، كل شويه اللي رايح واللي جاي يفتح فيها والاقي باب الثلاجه متسبل كام ساعه. قلت لا كده الثلاجه هتجيب اخرها، والثلاجات دلوقتي بارقام كتيره وكبيره، فقلت الاوفر اشتري مبرد للميه. وقعدت طبعا ادور على كل الانواع اللي في السوق، ولقيت كده في كام نوع هم اللي الكل بيقول عليهم حلوين، ومنهم تورنيدو. فانا جبت تورنيدو، هفتحه معاكم واوريكم شكله، وكمان هو المفروض انه امان للاطفال. يعني انا دي كمان من ضمن الحاجات اللي انا قلت مهمه بالنسبه لي علشان ما الاقيش ايلان عامله لي بركه ميه تحتي. بسم الله. المبرد ده سخن وساقع وميه بارده، ثلاث زراير، الثلاث زراير من فوق علشان طبعا ده المفروض ان هو امان للاطفال. الحنفيات اللي تحت قريت برده ان هي ممكن تتكسر بسهوله، ولو اتكسرت صعب ان احنا نلاقي قطع غيارها. طبعا انا ما اعرفش الكلام ده حقيقي ولا لا، يعني ده حاجات انا قريتها، ولكن طبعا افضل حاجه الزراير اللي من فوق، وعلشان الاطفال كمان ده الساقع وده البارد وده السخن، والسخن ما بينزلش غير لازم ارفع الزرار ده كده وانزلها، ودي برده من ضمن امان الاطفال. وده الخزان بتاعه، والخزان بتاعه والساعه بتاعته 5 لتر، مكتوب ان الستانلس بتاعه غير قابل للصدى وانه ما بيتفاعلش مع الميه. ومعاه كمان العوامه دي، اعتقد دي لو انا هحط القاروره اللي هي بتملى تلقائي من الفلتر او من الحنفيه. وهو خفيف، هو 16 كيلو، يعني سهل كده انه يتشال، وليه مكان ان انا اقدر اشيله منه. دي بقى الحافظه بتاعته، ها القطعه دي اللي هي بتتحط هنا كده علشان لو وقع نقط ميه منه. ومعاه شهاده الضمان، ومعاه الرف ده احطه هنا. ودي زي ما قلت لكم حافظه مش ثلاجه، حافظه ان هي تحافظ على السقعيه ولكن مش بتسقع، ثلاجه ان هي تسقع بس. برضه انا قريت في النقطه دي لقيت ان الافضل حافظه علشان الموتور بتاعه يشتغل بكامل كفاءته في تسقيع الميه بس، لكن لو في ثلاجه الموتور كده هيسقع الميه وهيسقع الثلاجه، فده بيضعف الموتور، فالافضل ان يكون حافظه مش ثلاجه. والكيس ده بقى فيه الضمان بتاعه، شهاده الضمان، ومعاه قطعه بلاستيك كده معرفش دي هتعمل بيها ايه، ومعايا الكتالوج بتاعه. وطبعا هو فيه ميه سخنه، بس الميه السخنه بتاعته مش سخنه قوي، مكتوب عليها ان هي فوق ال 80 درجه، وطبعا فوق ال 80 درجه دي يعني ما نقدرش نعمل بيها مشاريب سخنه. دي انا ممكن احتاجها لو عايزه ازود ميه سخنه اثناء ما انا بعمل الاكل او حاجه، وبيوصل الميه الساقعه ل 10 درجه مئويه. في زرارين دول لو انا مش عايزه اشغل الميه السخنه بنزل الزرار ده كده، بس انا يعني مش هشغل الميه السخنه، انا هخليه بس ميه ساقعه. وانا دلوقتي هوصله بالكهرباء وهحط فيه الميه. انا دلوقتي هحط القاروره. بسم الله، يلا افتح. ودلوقتي ايلين طبعا بتحاول ان هي تفتحه، بتحاولي تفتحيه لولو كده. انا وصلته بالكهرباء، وفي التلات اضاءات دي باور عادي ان هو كده شغال ووصل له كهرباء. دي كده ان الميه السخنه شغاله، يعني انا كده مشغله الميه السخنه، كده انا مشغله الميه السخنه، وكده انا مشغله الميه البارده. لو انا قفلت الزرار كده هتفصل الميه السخنه. طب انا دلوقتي عايزه ميه ساقعه، هدوس على الزرار ده. عايزه ميه بارده، هدوس على الزرار ده. هدوس ميه سخنه، لازم اعمل كده وانزل بالزرار كده كده كده. وانا جبت ايلين علشان اعمل لها اختبار حمايه الاطفال، هتشوف اذا كانت هتقدر تنزل منه ميه ولا لا. ايلين حطي كده ميه في الكوبايه. نعم. ايه ده؟ طب فين الحمايه؟ هاتي ميه كده تاني. طب ايه؟ انت عرفتي تنزلي ميه؟ عرفتي تضغطي على الزرار وتجيبي ميه؟ طب يا ايلين مش اطفال ولا ايه؟ طب اجيب اكتر من كده اطفال ايه؟ انا قلت مش مشكله ادم ولوجي، المهم ايلين، وجبته فوق علشان ايلين. ادم ولوجي قلت خلاص هم كبروا على الموضوع ده، يعني عادي مش هيرقوا الدنيا، انا جايباه عشان ايلين. لقيت ايلين عارفه تتعامل، انت عارفه تتعاملي يا ايلين معاه؟ هاتي كده ميه. ما الموضوع سهل اهو عادي. وده كده مبرد الميه للزراير بتاعته من فوق عادي، على فكره الاطفال بتعرف تطولها والاطفال بتعرف تتعامل معاه عادي. فاللي عايز يشتري بقى مبرد الزراير بتاعته من فوق، الزراير بتاعته من تحت، مش فارقه، كله محصل بعضه. وسعر الجهاز ده 6850 جنيه، وطبعا لازم اغسله كويس قبل ما استخدمه اول مره. انا دلوقتي حطيت فيه ميه وحطيت فيه ملح ليمون، وهحط كمان فيه ميه سخنه. لفيت بس البلاستيكه اللي على المسمار والميه بتنزل من هنا. وطبعا عمليه التنظيف والتعقيم دي لازم تحصل مره كل 3 شهور.